فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قام المسبوق ليقضي ما عليه فهل يجوز لأحد أن يأتم به؟ لا بأس بذلك، لكن إن انتظر يجي أحد يصلي هو وياه فيتلو الصلاة فهو أحوط وأحسن. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.